يا راجل بقى الفكرة دي بتاعتك انت؟ أيوة. ده اعلان مسخرة، ده انا بموت فيه. وفي كمان الحملة بتاعت الفياجرا. ايوه ايوه اللي بتاع اللي المسمار والبرواز. أيوة. انت بتستعمل فياجرا؟ حضرتك بتستعمل فياجرا؟ هي المشكلة في حضرتك؟ مشكلة في الفياجرا. يبقى بتستعمل؟ طبعا لا، فياجرا ايه يا جدع؟ ده انا لحد دلوقتي اهو زي الاسد، بس هي مرات بالليل كده بيبقى مفعولها ضعيف شويه. انا قلت لك انت بتستعملها. طبعا. حسين ده راجل سكره، ده عنده شويه اعلانات مسخره. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ اطلع بره. الله الله، ايه في ايه يا ساره؟ من فضلك يا بابا اطلع بره، انت بتسمعش؟ اطلع بره يا قذر يا حيوان، انت ازاي تدخله هنا اصلا؟ طب اهدي بس، اهدي، في ايه؟ انا هشاهد حضرتك. بنت حضرتك مش عايزه تعالجني، رغم ان هي عارفه ان انا مريض نفسي. بابا ده كداب وقليل الادب. طب انا هسيبكوا واروح الجنينه، الطنباك بتاعك ده رائع. هبقى اجيب لك حضرتك منه يا انكل. اه يا ريت. انا اسف. اطلع بره بالذوق يا حسين، بدل ما اجيب اللي طلعك بالعافيه. انا جبت لك الورد ده. الورد ده تخليهولك، اطلع بره دلوقتي يا ساره. انا عايز اتعالج. ما تقولش اسمي على لسانك. طب ممكن تهدي؟ اهدي بك بره. اقعدي. طيب لا، اقعدي اخر مره، اسمعيني اخر مره. والله العظيم، والله العظيم انا لازم اتعالج. سارة أنا كدبت عليك في كل حاجة قلتها لك، حتى لو مش مقتنع إن أنا عايز أتعالج أو في أي حاجة، بس أرجوك ساعديني. أنا امبارح خسرت كل الفلوس اللي في البورصة، والفلوس اللي معايا يا دوب تكفيني لحد آخر الشهر، وعليا شيكات لناس كتيرة جدا ولازم أسددها، ومحدش عايز يشغلني. أنا وسخ وقليل الأدب وسافل وكل اللي أنت عايزة تقوليه، بس انتي انسانة عني، جربيني، رجعيني الشغل تاني، ولو ما عجبكيش اي حاجة مشيني. والله العظيم سهل، اول لما اعمل اي حاجة ما تعجبكيش قوليلي امشي. بس انا خلاص كلمت يسرى وقلت لها انك ما تنفعش. ما انا لو بقيت كويس يسرى هترجعني، هي محتاجاني اصلا. انت برضه حاسس بنفسك ومفيش فايدة أبدا؟ هي محتاجاني بس أنا محتاج لها أكتر. هتحبس يا سارة؟ أحسن اتحبس، يمكن تتربى. شكرا. أنا لازم أقول. يا سلام، أنت يا بنت عبيطة. أصل بصراحة بقى مش هينفع أكذب عليه. ليه إن شاء الله؟ ما أنت لو ما كذبتيش عليه هيسيبك. مين قال لك كده؟ اللي مين قال لي؟ ما هو أنا هقول له إيه؟ هقول له أنا يعني عملت العملية وكان ممكن هو ما يعرفش، بس أنا بقى قلت له، فساعتها هو بقى هيحترمني. يا سلام. حبيبتي انت لو ما كدبتيش عليه هو هيسيبك، لان مفيش راجل بيعرف ان الست اللي هيتجوزها غلطت وراحت عملت عمليه وكدبت عليه وهيتجوزها ويسكت. هو احنا كنا عملنا العمليه ليه؟ انت يا بنت عبيطه. امشي يا زينب، امشي عشان انا. امشي يا زينب، امشي. يلا، عارفه تقولي له يا زينب هجيبك من شعرك قدام ابوك يا زينب. انا اللي هقول لابوك يا زينب. يلا يا زينب، يلا يا زينب، يلا يا بنت. ايه الغباوه دي؟ عايز اقول كالعاده انا متحمس جدا لفكره الموضوع ده. وانا كمان. معليك، موضوع المخدرات ده موضوع ليه كذا هدف عندي، عايزين واحنا بنشتغل عليه نبينه. ايوه، يعني عايز افهم زي ايه يعني؟ زي
انا مش عايز ارصد معاناة المدمن في طريقة العلاج اللي بيتعالجها والكلام ده، لا انا عايز ارصد من ساعة دخوله المصحة. اسم المصحة؟ اسم الدكتور اللي بيعالجه؟ المصحة دي بتاخد منه كام؟ تمام تمام؟ وازاي اساسا المخدرات بتتباع للمدمنين؟ فهمتي؟ فهمت فعلا. بس على فكرة هو كل ده موجود في الورق اللي قدام حضرتك واللي قدامه. نسيت ارحب بالاستاذة انجي على انها وافقت تبقى معانا في البرنامج وتساعدنا. انت بتعمل ايه؟ برحب بالاستاذة معليك. لا بص، انت ما تعملش حاجة لما اقول لك، اوكي؟ الحقيقة انا مبسوطة جدا بفكرة دمج البرنامج بالمجلة، واكيد هستفيد منكم اكتر بكتير مما هفيدكم. لا ما تقوليش كده. يمكن عشان عارفة ان سبب كل اللي هو فيه الظلم اللي اتعرض له من ابوه وان ما حدش وجهه. يا سلام، لا والله قلبك كبير قوي. ونسيتي اللي عمله فيكي؟ لا طبعا ما نسيتش. انا حالفه والله العظيم لو عمل اي حاجه تانية مش تمام مش هشوف وشه تاني. وفريدي يعني انه عمل فيكي حاجه هتعملي ايه؟ لا ما انا امنت نفسي، انا قلت لابويا يجي يقعد معايا طول الفتره اللي هو بيجي فيها هنا. لا فالحه، عايزه كمان تبهدلي ابوكي معاكي؟ مش قادره اهدله. ايه يا بنتي؟ لا طبعا، انت مش هتتخيلي، ابويا معجب بيه جدا وبفكر كمان اجيب زين، لو عمل اي حاجه برضه مش تمام يضربه. والنبي ما تجيبيه سيره زين ده خالص. ليه؟ بهدلنا اخر مره بهدله، بس المفروض اكون اتعودت على بهدلته يعني. ما علينا، مش هدخل في تفاصيل. المهم انا كنت جايه لك عشان كنت عايزه اقول لك يعني ان انا يظهر كده هبتدي اخد قرار في موضوع فتحي. يا رب يا اختي يا رب. مش تعرفي القرار هو ايه الاول؟ يلا يا سوري. ماشي. تعرفي تعملي برتقال؟ لا صعب. طب ده هيعمل لنا كام كوبايه بس عشان ابقى فاهم؟ كتير. وبعدين بتشربي ايه؟ لا افتكرتك. يخص. يا خالد وصلت خلاص. ميرسي على النهارده. كانت عزومه حلوه قوي. صباح الخير. صباح النور. ادخل. يا سارة ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ متأخر نص ساعة. الطريق زحمة. تاني مرة تبقى تعمل حسابك. حاضر. اديني بقى سجارة من بتوع الطباق بتاعك ده. ده بالكريز مش كده؟ بالكريز. عجبك؟ اتفضل. طيب انا هروح اقعد هناك بقى. انت مش طالب معانا؟ حضرتك مش هتقعد معانا؟ حلوه قوي دي، انت وحضرتك. لا انا هروح اشوف لي كتاب اقراه ولا حاجه. انت ازاي ما تعلمتش ازاي تتكلم اللي اكبر منك في السن وتحترمه؟ انت عايز انا ابقى ازاي؟ يعني مش فاهم. يعني انا ما حدش علمني اي حاجه، انا اللي معلم نفسي كل حاجه. وانت شايف اللي انت اتعلمته ده صح؟ لا لو اتكلمنا في الموضوع ده هنختلف. عموما هو مفيش وقت ان احنا نختلف او نتفق أو حتى نتكلم. حسين أنا عايزة كلامي معاك يكون واضح جدا. ماشي. أو إيه ده؟ إيه؟
في بريك تبقى تعمل فيها كده. وبعدين تقفل بانا لو سمحت. تفاهة. المهم لازم تتعلم انك تسمع كلام اللي قدامك، حتى لو انت شايف ان انت بتفهم اكتر منه تسمعه باهتمام، ولو انت شايف ان انت بتفهم اكتر منه ده مش معناه ان انت تستهتر بكلامه او تبين له ان انت مستهتر بكلامه او تقاطعه. ايوه بس المفروض ان الواحد في ايه؟ في ايه؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، انت بتقاطعني برضو؟ خلاص. المهم الحاجة التانية لازم تتعلم ان انت تفكر. لا معلش معلش، انا اساسا شغلتي ان انا افكر. امشي اطلع بره يا حسين. ليه؟ امشي اطلع بره دلوقتي. لا ليه؟ عشان ما بتسمعنيش. قلت لك تسمع الاول وما تقطعنيش في الكلام. ممكن؟ حاضر.